يأتي هذا الحفل في إطار الاستعداد لإطلاق موقع إلكتروني خاص بمركز الحوار العمومي والدراسة المعاصرة. والهدف الأساسي لهذا الموقع هو محاولة العمل على تنزيل الأهداف الأساسية والمرامي مرامي المركز والتي تتعلق أساسا بمحاولة المساهمة في النهوض بمستوى الحوار والنقاش العمومي وكذلك تمكين الفاعل السياسي من مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تمكن في آخر الأمر من تحسين الأداء وتطوير الأداء السياسي في هذا البلد يعني. وطبعا الموقع سيحتضن يعني مستويين أساسيين من الاشتغال. المستوى الأول هو إعداد الدراسات، يعني سيكون الموقع الإلكتروني عبارة عن ورشة دائمة للدراسات والأبحاث التي نحتاجها ويحتاجها الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعي أيضا، وتدبير الحوار العمومي عبر نقاشات يومية في قضايا ساخنة هي تمثل نوعا من التمرين يعني للمساهمة في آخر المطاف بالنهوض بمستوى النقاش العمومي في البلد.